حتى القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. وتعالى جبريل نداه الله الله أكبر. ما هو حكم شعائر الحسينية من مثل مجالس التعزية واللطم على الصدور أو موكب عزاء الزنجيل والضرب بالسلاسل على الظهور أو موكب التطبير وشدخ الرؤوس بالسيوف والقامات وما إلى ذلك؟ إن إقامة شعائر الإمام الحسين عليه السلام بأي نحو كان وبكل صوره المتعارفة في أوساط الشيعة أمر جائز على ما هو مشهور بين الفقهاء، بل هو مستحب أيضا، وقد اهتدى الملايين من الناس إلى الإسلام والتشيع بسبب إقامة هذه المجالس وهذه الشعائر المقدسة، وببركة الإمام الحسين عليه السلام الذي وصفه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مصباح الهدى وسفينة النجاة.